السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذة المستوى الثالث ابتدائي، مرحبا بكم في درس جديد يخص النشاط العلمي. إذا وفي موضوع جديد، صحة الإنسان. عنوان هذا الدرس سلوكات مفيدة لصحة الإنسان. الهدف أن أحدد بعض السلوكات التي تعزز الصحة الجيدة. نعم، هناك سلوكات مفيدة لصحة الإنسان. إذن سنطرح تساؤل، ما هي السلوكات المفيدة لصحة الإنسان؟ لنلاحظ جميعا الصورة. نظافة الجسم أساسية لصحة الإنسان. نعلم جميعا أن النظافة شيء مهم لصحة الإنسان، ومن السلوكات الجيدة لصحة الإنسان. إذن يمكن أن نضع كافتراض أن النظافة، الرياضة، والأكل الجيد المتوازن كلها سلوكات مفيدة لصحة الإنسان. إذن في التساؤل سنكتب ما هي السلوكات المفيدة لصحة الإنسان، وكافتراض النظافة والرياضة والتغذية المتوازنة سلوكات مفيدة لصحتي. إذن سنتحقق من هذا الافتراض عبر هذه الأسئلة. رقم 1، أحيط بخط الرسوم التي تمثل سلوكا مفيدا لصحة الجسم. هناك مجموعة من الرسوم سنحيط منها التي تمثل سلوكا مفيدا لصحة جسمي. الصورة رقم 1، طفل يغسل يديه بالماء والصابون. هل هذا السلوك مفيد لصحة جسمي؟ نعم بالفعل، النظافة شيء مهم جدا لصحتي، للحفاظ على صحة الجسم، لأنني عند غسل يدي بالماء والصابون أكون قد تجنبت الجراثيم والميكروبات العالقة باليد. الصورة الثانية، غسل الأسنان بالماء والمعجون. كذلك الصورة تمثل النظافة. إذا نظفت الأسنان تحميها من الأمراض وتحمي الجسم بالكامل من الأمراض. إذن هذا السلوك مفيد لصحة جسمي. الصورة رقم 3، التمارين الرياضية مضرة بالصحة. إذن الصورة هنا تشير إلى الطفل يقوم بالرياضة، ولكن عنوانها أن التمارين الرياضية مضرة بالصحة. هل هذا صحيح؟ لا، بطبيعة الحال التمارين الرياضية مفيدة للصحة. إذن لن أحتاج لكي أحيط هذه الصورة رقم 3، لأن العنوان يشير أن هذا التصرف مضر بالصحة. الصورة رقم 4، أتجنب الإكثار من تناول الحلويات المنونة والعصائر المصنعة. نعم، هذا سلوك مفيد لصحتي. يجب علي أن أتجنب الإكثار من تناول الحلويات الملونة والعصائر المصنعة، لأن الحلويات الملونة بها إضافات غذائية غير صحية، كذلك العصائر المصنعة فيها ملونات غذائية غير صحية. إذن هذا السلوك يجب أن أتبعه. إذن سأحيط هذه الصورة رقم 4، لأن عنوانها يشير إلى تجنب إكثار من تناول هذه الحلويات. الصورة رقم 5، أتجنب الإكثار من تناول المقليات والأغذية المضرة. نعم، رأينا هذا في درس تغذية الإنسان. يجب أن أتجنب الإكثار من تناول المقليات، لأن بها دهون بنسبة عالية، وكذلك الأغذية المصبرة سواء المجهولات المصدر أو التي بها إضافات مضرة بالصحة. إذن سأحيط كذلك هذه الصورة. أنام لمدة زمنية كافية. نعم، يجب أن أنام لمدة زمنية كافية، لأن النوم فيه راحة للجسم. إذن كذلك سأحيط الصورة رقم 6. إذن بهذا أكون قد أحط كل هذه الصور باستثناء الصورة 3. إذن أحيط الصورة وأحيط العنوان، لأن العنوان هو الذي يشير إلى السلوك
المفيد للصحة. واضح؟ نمر إلى السؤال رقم 2. أربط بخط عمر كل طفل بمدة النوم اللازمة ليرتاح. إذا لدي عمر، العمر بالسنوات، ومدة النوم التي ينصح بها. إذا ساعات النوم تختلف حسب عمر الإنسان. كلما كان العمر صغيرا كلما احتاج الإنسان لساعات نوم أكثر. إذا مثلا عند 3 سنوات يحتاج الطفل إلى 14 ساعة من النوم، وعند 6 سنوات إلى 12 ساعة، و 12 سنة إلى 10 ساعات، ثم 15 سنة إلى 8 ساعات. كما لاحظتم كلما كان العمر صغيرا كلما احتاج الإنسان لساعات نوم أكثر. إذا نمر إلى السؤال رقم 3. أصل بخط الأغذية المصنعة التي تحتوي على مضافات غذائية بعضها يضر بصحة الإنسان. لنتعرف أولا عن المضافات الغذائية. المضافات الغذائية هي مواد تضاف للأغذية لأغراض معينة، كالملونات لإعطاء اللون المطلوب. مثلا يمكن أن يضيف المصنع ملونات مثلا للحلويات لإعطائها ألوان مختلفة، وكذلك المنكهات للحصول على نكهة مذاق خاص، مثلا نكهة البرتقال، نكهة الفانيلا، نكهة الفراولة. كل هذه المنكهات تضاف لبعض المنتوجات الغذائية لكي نستشعر أنها مصنوعة من هذه المادة. المواد الحافظة لتمديد مدة حفظ المواد. إذا نستعمل مواد حافظة لتمديد مدة حفظ المواد ولكي تستمر مدة أطول، ويمكن استعمالها عبر مدة قصوى. واضح؟ إذا نمر الآن إلى إنجاز النشاط. ملونات حلويات ملونة. إذا الحلويات ملونة بطبيعة الحال سيكون مضاف إليها ملونات الحلويات. مشروبات غازية بنكهة خاصة. إذا المشروبات الغازية بنكهات مثلا تفاح تضاف لها منكهات. مصبرات الفواكه والخضر تضاف لها مواد حافظة. كل المصبرات تضاف لها مواد حافظة لكي نمدد مدة حفظ هذه المادة. أغذية مملحة. الأغذية المملحة تضاف لها ملح. كذلك مصبرات الأسماك تضاف لها مواد حافظة. عصائر مصنعة ذات أذواق مختلفة تضاف لها منكهات وتضاف لها كذلك مواد حافظة. إذا هذه الإضافات الغذائية تضاف لجل المأكولات المصنعة. إذا ملخص هذا الدرس على هذا الشكل. أحافظ على صحتي باتباع نظام غذائي متوازن. تعلمون الغذاء المتوازن مفيد بشكل كبير للصحة. تجنب الإكثار من تناول الأغذية المصنعة. كما شرنا أن الأغذية المصنعة تكون قد أضيفت لها مضافات غذائية غير صحية. ممارسة التمارين الرياضية المنتظمة. إذا التمارين الرياضية تحافظ على صحة الجسم، ويتم عبرها حرق الدهون وحرق السكريات والحصول على جسم بصحة جيدة. المحافظة على نظافة الجسم كغسل اليدين قبل الأكل والأسنان بعده. إذا غسل اليدين، غسل الجسم، نظافة بصفة عامة مفيدة جدا لصحة الجسم. عبرها يتم إزالة السموم، إزالة الميكروبات. إذا النظافة سلوك جيد للجسم. النوم الكافي. إذا ساعات النوم الكافية يستعيد من خلالها الجسم نشاطه، وتجنب الأماكن الملوثة والمغلقة. لكي نستنشق هواء نقي وغير ملوث يجب أن نتجنب الأماكن الملوثة والمغلقة. واضح؟ إذا استثمر على هذا الشكل.
التمهيد لمشروع التكنولوجي. أحدد تاريخ صلاحية غذاء مصبر كعلبة السرديني المصبر مثلا. أتدرب على قراءة بطاقة مكونات غذاء مصبر، علما أن وجود المضافات الغذائية يشار إليها بحرف E مسبوعا بعدد مثلا E621 مثلا على العلبة. إذن هذا النشاط إن شاء الله سيتم مناقشته عبر لقائنا المباشر في مجموعات الواتساب. وإلى اللقاء، ونلتقي في درس قادم بإذن الله.